ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم والأبرز في المجتمع الأهلاوي، التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، دستور النادي الذي أعده أبناء النادي الأهلي للتصويت عليه يوم الجمعة المقبل 28 سبتمبر. هي ساعات بالفعل ليقرر هذا المجتمع أو عيلة الأهلي هذا الدستور أو هذه اللائحة التي تحكمهم وتمثل انطلاقة جديدة نحو المستقبل لنستكمل خطوات البناء كما كان التاريخ عظيما فالمستقبل أيضا واعد. الإدارة التنفيذية استعدت لهذا اليوم بشكل ولا أروع، عمل دؤوب، اجتماعات مستمرة، متابعة دقيقة من المدير التنفيذي، رئيس النادي يتابع دائما مع المدير التنفيذي سبل الراحة واستقبال الأعضاء، خطة متكاملة الحقيقة ليخرج هذا اليوم بشكل راقي ولائق بالنادي الأهلي ويوفر كل سبل الراحة ويمثل بالفعل عرس ديمقراطي لأعضاء النادي الأهلي 28 سبتمبر. عن هذا اليوم والإعداد له وآخر التجهيزات يسعدنا أن يكون ضيفنا في الفقرة المخصصة دائما من خلال برنامج الأهلي الليلة وهي مخصصة للائحة النظام الأساسي، أن يكون ضيفي الكريم فيها هو الصديق العزيز العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الذي أرحب به بداية. أرحب بك، أهلا وسهلا. الله يخليك شريف. طبعا أنا سعيد جدا اللي أنا يعني يمكن لسه كنت بقول لك قبل ما نسجل أول ظهور ليا في قناة الأهلي من كمدير تنفيذي واظهر يعني معاك انت بالذات والكل يعلم يعني صداقتنا وهو اللي بينا والمجهود اللي بيبذل الحمد لله رب العالمين، فحاجه يعني انا سعيد جدا بيها اللي يكون اول لقاء ليا مع اعضاء جمعيه العموميه في النادي الاهلي معاك، وان شاء الله باذن الله يبقى في حديث شيق نتكلم فيه مع اعضاء جمعيه العموميه. كلنا شهود الحقيقه على ادائك واخلاصك وتفانيك في خدمه النادي الاهلي واعضائه الحقيقه. ما فيش يوم اجازه حسب معلوماتي منذ ان تم شوف يعني قبل ما اخش معاك وانا جاي كده ففي حاجه قريتها كده على السوشيال ميديا عجبتني جدا، مقوله بتقول اثبت جدارتك واجعل عملك هو الذي يتحدث عنك. صحيح. حينها فقط ستبهر الحجر قبل البشر، الاهم لا تخسر نفسك. صحيح. يمكن انا ليا شرف ويعني اللي انا انتمي النادي الأهلي لأب وأم أنا عايش على حسهم وبدعوتهم، اللواء سعد مرجان والدتي، يمكن اللواء سعد مرجان أعضاء النادي الأهلي كلهم يعرفوه، القوات المسلحة كلها بنسبة كبيرة تعرفه، كان بياخدنا من واحنا صغيرين عندنا 5 سنين و6 سنين نجري ضاحية، وكان في المظلات نجري ضاحية مع رجالة المظلات القوات المسلحة، زرع فيك العسكرية، زرع فيك الإخلاص، حب الوطن، زرع فيك الانتماء، زرع فيك حب الوطن، الأهم من كل ده زرع فيك حاجة واحدة بس، الرضا، تكون راضي وبتجتهد وما تبصش لحد عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. والأهم بقى تكون في ده مظلة النادي الأهلي كمان. وطبعا الأساس بقى اللي أنت دخلت جوه المنظومة اللي هي فعلا بقى أكدت على هذا الكلام، اللي أنت بتفتخر اللي أنت بتمثل النادي الأهلي، بتفتخر اللي أنت كنت لعيب في النادي الأهلي، بتفتخر اللي أنت رفعت علم مصر في جنيف بطولات دوليه وانت عندك 11 سنه، بتفتخر ان انت منظومه علمتك ازاي تحب بلدك لغايه اما اتربيت في وسطيها ودخلت كليه شرطه في وسطيها وطلعت اتخرجت بقيت ضابط في وسطيها واشتغلت مع شخصيات يمكن لما ربنا سبحانه وتعالى يبقى كرمك يخليك من وانت صغير تشتغل مع شخصيات عظيمه. صحيح، تتعلم منها وتنقل اليك خبراتها مريت في حياتي انا قابلت شخصيات فعلا عظيمه، بدايه من ست اللواء هاني العزب الله يرحمه كان رئيس جهاز احسان الدوله، طبعا ست اللواء صلاح سلامه الاب الروحي اللي هو فعلا يعني اللي جمد قلبي وخلاني دايما اسلوبي اللي الناس بتتكلم عليه فاتح صدري لانه قال لي كلمتين وكان يمكن بياكد على كلام والدي، يا ابني طول ما ايدك نظيفه ما تخافش من حد، ارضي ربنا واعمل عليك. وقال لك حاجه جميله جدا، الكراسي اللي احنا بنقعد عليها دي مش عشان احنا يعني معلش انا اسف عندنا فهلوه او احنا صيع او احنا لا لا لا، ده بالعكس ده انت قعدت هنا عشان ربنا سبحانه وتعالى اختارك، في احسن منك ما عرفش يقعد على المكان ده وفي أسوأ منك قعد عليه، المهم اما انت توصل ارضي ربنا سبحانه وتعالى. رئيس جهاز احسان الدوله بحجم اللي هو صلاح سلامه يقول لك كده وتتربى على ايده. بعديها طبعا تشربت خبرات كده 5 سنين، بعديها طبعا ست اللواء حسن عبد الرحمن برضه نفس القصه لغايه اما يمكن استقلت في 2010 من الجهاز امن الدوله الواحد بينتمي ليه
ولينا شرف ان احنا ننتمي ليه جهاز الشرطه طبعا. واشتغلت مع ست اللواء صلاح سلامه في العمل المدني، ولما حصلت احداث الثوره رجعنا تاني عشان نخدم برضو بلدنا الشرطه خلاص. وكان ليا شرف ان انا كنت مشرف على تدريب 5400 ضابط ومجند هايل في خلال 6 شهور، من 6 شهور ل 8 شهور، فدي كانت حاجه شرف ليا. فانا يمكن اكتر واحد حاسس بالضابط وبالعسكري، واكتر واحد حاسس باللي بيجي يخش في المدرج وبيخش عشان خاطر يشجع النادي الاهلي. فانت انت بتجمع بين الحسنيين ان صح التعبير يعني. ان صح الاثنين. انت كابن للنادي الاهلي بالاساس ابن جهاز الشرطه، وراجل قدمت يعني عمل دؤوب، وفي نفس الوقت عندك خبرات اداريه في النادي الاهلي اهلتك، فانت مقدر. احنا كمان عايشين في ظروف صعبه جدا وهي ايام فتن، ومحتاجين عشان نعبر منها انه يبقى دايما في حوار ويكون في تعاون. يعني النادي الاهلي بتاريخه وبتراثه وباخلاقياته العاليه وبجمهوره العظيم دايما يتجنب الدخول في مهاترات، وكمان الدوله المصريه بكل اجهزتها ولها كل التقدير والاحترام حريصه بعد ان عادت مصر وعادت شمسها الذهبي الى انه كل اوجه الحياه تعود بشكلها بما فيها حضور جمهور كره القدم، شرط انه يكون في تشجيع مثالي وحضاري وما نتعرضش لاي حد. يعني انا ما اعتقدش ان دي معادله صعبه، المهم نبعد المدسوسين عن نقول ايه زياده الزيت على النار. ابعد اصحاب المصالح الشخصيه بالزبط. ابعد اصحاب المصالح الخاصه، ابعد اصحاب الوشوش والاقنعه الزائفه، لان دي مش هتبني دوله. صحيح. الدوله النهارده في حاله بنى. صحيح. رئيس دوله النهارده بيبني بيقاتل. عايز اللي يساعد. الوشوش المزيفه الناس خلاص زهقت، لازم الوشوش المزيفه دي تخلص. لازم النهارده يبقى في فعلا ناس بتقدر لعملها، مش بتقدر لصوتها العالي، مش بتقدر عشان خاطر هو عنده حنجره او هو بيحتمي. احنا عارفين كويس قوي، وانا واحد من الناس، بس الامانه تحتم عليا ان انا ما اتكلمش كتير. لا، انا عارف كتير قوي. طيب ما ينفعش نتكلم فيها، وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. انا بس حبيت عشان يمكن انا اول مره اطلع في قناه الاهلي وانا مدير تنفيذي، فحبيت بس اقول الكلام ده. طب قول لي ده تسلسلك الوظيفي، طب ايه الخبرات الاداريه بقى في مجال النادي الاهلي اللي تاهل محمد مرجان انه يبقى مدير تنفيذي للنادي الاهلي؟ ولا محمد مرجان جاي تسديدا لفاتوره انتخابيه للكابتن محمود الخطيب؟ طيب شوف، يعني يمكن برضه ارجع، انت عارف المغزى من سؤالي طبعا. طبعا سؤال واضح. يمكن ارجع برضه، هرجع تاني نفس القصه. اما ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنك بيخليك تقعد وانت صغير جنب خبرات اداريه وشخصيات عظيمة. أما أنا سبت الشرطة، كنت قبليها مسكت مدير جهاز ألعاب الماء في النادي الأهلي. في النادي الأهلي قبليها سنة 2000 مسكت مدير المنتخبات القومية لكرة الماء. كرة الماء من 2000 ل 2005 وشاركنا ساعتها في بطولة البحر الأبيض، وحصلنا على المركز الثالث ورجعنا بميدالية برونزية كانت 2003. نظمنا بطولة كأس العالم، وكان بقى برضو ده كان الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. سيادة اللواء صلاح سلامه يقول لك اعمل من قبل ما تطلب منه، تقول له ده عايزين هنظم بطوله، اشتغل انت هتفيد زمايلك. انت عارف يعني ايه هتعمل بطوله على ارض دي فيها، كانت في عندنا قريه في العين السخنه اسمها كناري بيتش، عارف يعني ايه الناس هتقف على ارض دي ملك الشرطه؟ ده انت هتعمل الدمج بين المجتمع المدني وبين المجتمع العسكري، وهيحسوا فعلا احنا بنتعب قد ايه. فاشتغلنا القصه دي، جينا 2005 الحمد لله مسكنا جهاز السباحه انا واخويا والكبير وصديقي العزيز المهندس امين عامر. والحمد لله يمكن يعني عملنا نتائج كويسه ونتائج محترمه ومسجله لغايه دلوقتي في سجلات موجوده. أيه. الحمد لله. اسسنا جهاز بشكل محترم، يمكن هو عشان خاطر بس الوالد ربنا على الاسلوب اللي الناس كلها بتبقى، انت ما عندكش لف ودوران، انت بتشتغل بس عندك اخلاص في شغلك يعني. واضح وصريح، عندك نظام بتشتغل فيه. 2010 كنت انا المفروض همسك جهاز السباحه، ففي الله يرحمه طبعا كابتن سيد صادق ده كان مربينا طبعاً. الله يرحمه رحمه الله عليه طبعاً. فكان هو عايز يمسك الجهاز، فحط رشح يعني ترشح من ضمن المرشحين، فانا يعني كابتن كان رئيس الجهاز وانا كان عندي 11 سنه يعني كنت ادبني، فما كانش ينفع ورق محمد مرجان يتحط قدام ورق يعني ما ينفعش ما يصحش يعني. وحتى انا ساعتها كان رفعت النادي وتقديره يعني لا يجوز يعني. فساعتها كابتن رفعت عبد القادر كان هو ساعتها مدير نشاط رياضي، فقلت له اسحب ورقي بعد اذن حضرتك مع احترامي للجميع، كان كابتن حسن حمدي طبعا، لان كابتن حسن اول رئيس نادي يهتم بالكوادر الشبابيه وبيخلي الشباب هم اللي يمسكوا المدير الفني ويمسك الاجهزه وبيجهز الكوادر، ودي كان اول خطوه كابتن حسن كان عملها.
فكان ساعتها انا كان عندي تقريبا 30 سنه ولا 32 سنه حاجه كده. هايل. والحمد لله نجحنا فيها الحمد لله. جيت فسحبت الورق بعديها ما فيش يعني الجهاز اتشكل وكابتن سيد رحمه الله عليه مسك رئيس الجهاز. بعديها يمكن انا التقيت بالكابتن الخطيب. كان نائب رئيس النادي. كان نائب رئيس النادي. ما اشوف لما تيجي بقى تقعد على الترابيزه فيها كابتن الخطيب، فيها كابتن حسن حمدي، فيها منصور شمس سعيد، فيها كابتن محارب الراغب، استاذ ابراهيم الله يرحمه، استاذ ابراهيم صالح. يعني بص انت يعني لعل القائد هنتكلم عليه ده لوحده، لعل القائد اسطوره في النادي الاهلي. فده تولى كل المناصب. وانا قلتها له مره يعني وأنجز في المغرب في تولى ما فيش منصب في النادي الاهلي كابتن تولهوش وانجز فيه ما شاء الله. صحيح. مع المهم اما تقعد بقى النهارده بعد ما سبت الجهاز السباحه فلقيت كابتن حسن بيفاجئني، يعني بصراحه ربنا كانت مفاجاه ساره جدا، وكابتن خطيب برضه. بس شوف اما يعلموك يعني تتعلم الاحترام من قيمته وقامه طبعًا كبيره زي طبعا. انت محظوظ انك تشتغل مع قامات بهذا الشكل. يعني قابلني كابتن خطيب قال لي يا محمد، هو دايما يعني مختلف معايا في الاسلوب تماما. وانا هرجع اقول برضه يعني شوف انا النهارده انا كل شخصيه من الشخصيات اللي اشتغلت معاها تعلمت منها حاجه مختلفه. بس ودايما كان صلاح بسلامة الله يمسيه بالخير ربنا يديله الصحه طبعا يقول لي بص احنا يا ابني مفيش حد كامل، كل واحد فيه مميزات وفي عيوب، خد المميزات اللي قدامك وسيب العيوب. صحيح. اهم حاجه اما توصل اللي انت عايزه ما تعملش بقى زي اللي انت كنت زعلان منه، ما تقلدش بقى، تتجنب بقى السلبيات، احتفظ بشخصيتك وتجنب السلبيات. وده الحمد لله رب العالمين يمكن انا حاطه اهم حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الدنيا كلها. فلقيت كابتن الخطيب بيقول لي انا بس الاسلوب، وبيقولوا اسلوبك والقصه وانا اسلوبك طاس شويه. قلت له بس يا كابتن جهاز السباحه النهارده فيه 10,000 اسره، فيه 370 مدرب، في اجهزه، ما انا جايب مدربين اقوياء جدا كل واحد فيهم يصلح يبقى مكاني. يعني انت انت النهارده ناجح في ادارتك لازم اللي حواليك يبقوا اقوياء. ما ينفعش النهارده تبقى انت الوحيد وتقول انا، لا لا لا، انت النهارده يعني لازم اما تيجي نجاح القيادي دايما بمعاونيه وبالناس بالاقوياء. صحيح. يعني انا النهارده ابقى سعيد اما يبقى معايا الاستاذ شريف فؤاد هو اللي جنبي، ابقى سعيد اما معايا سياده اللواء حسن مسعود، ابقى سعيد اما معايا سياده اللواء الفيشاوي، ابقى سعيد اما كان معايا كابتن اشرف منصور في كره الميه، ابقى سعيد اما معايا يعني في اسامي، مش عايز عشان محدش يزعل بس. لكن انت لازم دايما بتشتغل بناس اقوياء، القوي دايما هو شغل ناس اقوياء، بناس اقوياء، وده النادي الاهلي علمنا كده. فلقيت الكابتن بيقول لي طيب في انت سبت السباحه؟ قلت له اه. قال لي طب احنا دلوقتي في مكان وعايزينك تبقى موجود فيه، عايز استفيد منك في النادي الاهلي. بس شوف بقى الاحترام وازاي بيعلم شاب صغير ازاي تحترم اصول وقواعد ومبادئ النادي الاهلي اللي الكل بيبحث عنها. صحيح. قال لي انا مش هقدر اكلمك في حاجه دلوقتي غير لما اشوف كابتن حسن رئيس النادي. كان ساعتها كابتن خطيب نائب رئيس النادي. خلاص. قلت له خلاص يا كابتن ربنا يخليك شكرا. يومين دخلت النادي كابتن حسن كان موجود. قال لي يا ولد انت فين؟ قلت له يا كابتن انا رجعت الشرطه تاني ورجعت الشغل. قال لي يا ابني ليه كده؟ قلت له طبعا يعني انت عارف الظروف كانت عامله ازاي ساعتها والقصه ولا والثوره، وساعتها الناس كان في ناس ضباط كتير بتستقيل وهم قال لك لا ارجع تاني عشان تبقى معانا، احنا عايزين الضباط الكويسه. فاصبحنا مجموعه في ضباط كتير رجعت تاني، هي عملت رساله. قلت له ما انت مش صاحب مصلحه دايما بتشتغل بقلبك. فلقيت النهارده كابتن حسن بيقول لي ده انا عايزك تبقى مدير النادي جزيرة. مقر الجزيرة. قلت له يا كابتن ده بجد والله يعني مفيش بقى، يعني كابتن حسن حمدي بيكلمك، انا ساعتها كان عندي 36 سنة. انا عايزك تبقى مدير مقر الجزيرة. ثقة كبيرة طبعا. قال لي يا ولد انا ههزر معاك. قلت له يا كابتن لا طبعا. قال لي طب هتعمل ايه؟ كنا ساعتها في شهر 6 وكنت راجع الشغل 10/5 كنت لسه مستلم العمل. مبركش شهر يعني. وكان سياده اللواء طارق ركايبي ربنا يديله الصحه، وكان ساعتها هو ماسك مدير الحراسات الخاصه، وسعدت جدا ان انا اشتغلت في هذه الاداره. لان هو شغلك انت شغلك دايما قتالي، شغلك دايما انا بدايتي كابتن قذر هاي. الوطن. حمايه الشخصيات الهامه، الحاجات دي كلها، فانت شغلك دايما قتالي، يمكن هو ده اللي بيختلف في الاسلوب، يقول لك انت ماشي لا انا مش فاهم، انت كنت بتخش عشان هتموت عشان خاطر واحد يعيش. ليه؟ هو احنا اتربينا كده. الشغل كده. هو شغلنا كده. المهم فلقيت بيقول لي انا قلت له طب بص يا كابتن سيبني اديني فرصه بس اوفق اوضاعي وهحاول ان شاء الله باذن الله ده شرف ليا. قال لي لا انا هاخد قرار بكره في مجلس الاداره. قلت له طب ممكن القرار ناجله لغايه 1/8؟ قال لي انا هاخد قرار بكره على ان كنت عينك 1/8 وانت اتصرف. روح سوي امورك بقى. وانت بعد الظهر تبقى تيجي تبقى موجود. ويعني شوف يعني حاجه فعلا حصل الكلام دوت. اخذنا قرار مجلس اداره اللي انا مدير مقر الجزيره. الحمد لله رب العالمين قدمت طلب اجازه بدون مرتب. يمكن طارق بير ركايبي زعل وهاجمني قال لي انت كنت قلت له بص قال لي هتشتغل فين؟ قلت له انا جاي لي مدير مقر نادي الجزيره مقر الاهلي النادي الاهلي في الجزيره انا امسك مديره.
قال لي اقعد يا ابني اقعد، ده المكان ده بيتمناه روتر. شوف يعني دايما لما تبقى انت قياده وبتخلي اللي حواليك يحبوك يبقى عايزين يدوك عينيه. قلت له ربنا يخليك يا طارق بيه، قال لي انا هتصرف. كان ساعتها سياده الوزير منصور ياسر هو وزير الداخليه، هو اتصل بمكتب الوزير واكتسب بشؤون الضباط، وهو قدم طلب الاجازه. يعني لو انت ما اديتش كل واحد فضله صحيح، والتقدير منهم برضو الحقيقه للنادي ولشخصك، وان فرصه ما يضيعهاش على ابنهم وما الى ذلك. واخدنا الاجازه واشتغلنا. كل دي خبرات اداريه في مجال الاداره والرياضه اسهمت في تكوين شخصيه محمد مرجان وصولا الى المدير التنفيذي بقى. الى جانب بقى مدير المقر ده كابتن حسن اسند لك مقرر مجلس الاداره، فكانت بدايه اللي انت تقعد على ترابيزه مجلس الاداره تتعلم وتشوف، تتعلم وتشوف الحوار. خلاص ما سمعتش الجمله دي غير من اثنين، كابتن حسن حمدي طبعا ربنا يديله الصحه ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وكابتن الخطيب ربنا يكرمه ويعينه على اللي هو فيه ان شاء الله باذن الله، وربنا هيكرمه ان شاء الله باذن الله. وانت بتعمل فوتنج على الترابيزه، رئيس النادي بعد ما ياخد الاصوات والفوتنج ويبقى الراي بالاغلبيه يقول لك انا رايي مش موافق، بس طالما الاغلبيه موافقه خلاص انا هلتزم بالراي. وضوخا ونزولا للاغلبيه. انا ما سمعتهاش غير من اثنين بس، كابتن حسن وكابتن الخطيب. واتمنى ان الفتره اللي جايه هي دي مبادئ النادي الاهلي اللي احنا بنحافظ عليها، تستمر ان شاء الله. هي دي تستمر، لان في الاخر خالص اي قرار بيطلع من مجلس الاداره بيبقى بالاجماع. صحيح. جوه المجلس بتتناقش وبتتحاور، وحتى اللي مختلف مع القرار بيطلع دافع عنه طالما الاغلبيه مالت الى هذا القرار، وهذا هو النادي الاهلي. الى جنب بقى مقرر مجلس الاداره ده كان في حاجه اسمها المنسق الامني لكره القدم. طبقا للاتحاد الدولي وطبقا لقوانين الفيفا والاتحاد الافريقي وكده. واحنا اول الناس برضه دايما النادي الاهلي سباق. يعني زي ما انت النهارده هنتكلم في موضوع اللائحه عشان ما نخرجش برا كتير، زي ما انت بتنادي الجمعيه العموميه هي لها الحق في تقرير مصيرها، وقلت وناديت اللي انت عايز تفصل الرياضه وتخلي النهارده الرياضه ليها قانون، وعملت اول لائحه في 2006 و 2014 بس بتنادي في الكلام ده من 2006. زي ما برضو انت النهارده عملت اول قطاع لكره القدم منفصل طبقا للمعايير الدوليه. صحيح. بالإدارة المالية، بالإدارة التنفيذية، بالمسؤول الأمني، بالقصة دي كلها طبقا للوائح. وعملناها، فأنا بقيت المسؤول الأمني لقطاع كرة القدم إلى إضافة إلى مدير المقر. كل دي خبرات أسهمت في تشكيل الشخصية الإدارية في وقت مبكر، وبالتالي بقى في تراكم خبرات أهل مجلس إدارة أنه ياخد القرار ويتولى محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي. الحمد لله رب العالمين. ويمكن يعني مكتوب علينا دايما الحمد لله رب العالمين إحنا بقى في الوقت الصعب، بس بتبقى دايما شرف. يعني انا دايما بقول للناس ده هيبقى تاريخ هيتكتب. النادي الاهلي بيمر باصعب مرحله. صحيح. شافها النادي الاهلي في تاريخه. مع احترامي لكل المواقف ومع احترامي يعني يمكن من اصعب المراحل اللي احنا شفناها 2011 حادثه بورسعيد طبعا، دي كانت من اصعب حاجه اللي احنا شفناها، ودي كانت بدايه بقى اللي انت بتشتغل وبتحتك وبالجماهير وبتقرب وبتروح وبتشوف الكلام ده كله. والحمد لله ربنا ساعتنا وفقنا اللي انت كسبت افريقيا في وقت ما كانش في دوري اصلا، كانت الدوري متوقف، ما كانش في رياضه. قبل ما اسيب النقطه دي يا استاذ العميد محمد وجاوبني بصراحه، يعني في البعض بيحاول يدق اسفين بين النادي الاهلي وجمهوره وبين اركان الدوله المصريه، ويقول لك ايه ده عضو مجلس اداره، ده المدير التنفيذي يعرف الولاد الجمهور، ده دول بيبقوا يجهزوا كل حاجه قبل مدى صحة هذا ده، مع ان انا شايف الجمهور زعلان وغاضب من إدارة النادي، بيقول لك انتوا ما بتحموناش وما بتساعدوناش وما تقفوش معانا والولاد محبوسين وما الى ذلك. هرجع اقول لك تاني ايه الآلية اللي بتعمل بها النادي الاهلي في هذا الاطار. هرجع اقول لك تاني، احنا يمكن 2011 و12 و13 و2011 بالذات، يعني في الاحداث دي الجمهور كان بيجي يشتمك. صحيح. كان بيجي يشتم رئيس النادي، كان بيجي يشتم النادي، كان بيجي يشتم مدير النادي. لو انت غلطت هيهاجمك، ده جمهور الكوره وجمهور الرياضه، لو غلطت هيهاجمك، بس في نفس الوقت لو ما بتعمل حاجه كويسه بيحييك. في نفس الوقت لما يبقى عندك مصداقيه بيحييك. في نفس الوقت اما انت بتحس فعلا ان انت بتشتغل بقلبك بيحييك. انت النهارده بقيت واقف في النص، وانا لسه بقولها لك قبل، يعني في البدايه بقيت واقف في النص، انت ولا عارف تفتح حوار معاهم مع الجماهير، ولا عارف تفتح حوار وتقرب مع الجهات الاخرى، فانت بس في الاخر انت ماشي في النص. فانت النهارده لازم النهارده يبقى في حوار من كل الاطراف، والكلام ده احنا قلناه قبل كده في اتحاد الكوره ساعه ما قالوا النهارده اصل الجماهير، عوده الجماهير ده ملف كبير جدا، هو محتاج تضافر كل الجهات الحقيقه. اهم حاجه بالنسبه لك للجمهور عدم خلط السياسه بالرياضه، وده ملف مهم جدا. صحيح. جدا جدا طبعا. وده مسؤوليات المجتمع كله. صح. مش بس الوعي المجتمعي، يمكن معالي الوزير اشرف صبحي
لدي الخبره. عشان كده اول لما قال لك انا عايز اما اخد الخطوه ما ارجعش فيها تاني. بالظبط. الخطوات دي عايزه وعي مجتمعي، عايزه توعيه بكتير، عايزه مصداقيه ادارات تبقى موجوده، عايزه تحمل مسؤوليات الاطراف كلها. وطننا مستهدف، ينبغي ان احنا نحافظ على الاولاد دول عشان ما فيش حد يندس بينهم ويثير فتنه كمان يا سلام. لانه السواد الاعظم من الجمهور ناس محترمه وعايزه تروح تقضي وقت كويس وتشجع فرقتها. نخرج عن النص او نهتف او نسب، يبقى اكيد في حد يندس بينا، لان دي مش اخلاق الجمهور. وهناك برضو ما تحطش النهارده صوت عالي، ده اللي احنا بنقوله، وجعجعه على الفاضي، وتخلي النهارده تقول الشباب النهارده، رموز الشباب النهارده، الولاد دول اما بيلاقوا فعلا شخصيه تلتف حواليها بشكل كويس، بتحترمها، عندها مصداقيه، لو انت طلبت منه ايه هيعمله. اما بيلاقي واحد صوته عالي وانت ساكت ما بتردش، لان دي اخلاقك وده اسلوبك وده التربيه اللي انت تربيت عليها، انت دايما بترد بشغلك، فهو بيفتكر انت ضعيف. يا ابني انا مش ضعيف، بس كل حاجة ليها الرد في الوقت المناسب. فهو ده اللي احنا بنقول عليه، ده انذار الخطر. لو سمحت ارجوكم براحتك نهدي بقى شوية الناس اللي بتتكلم، اللي عايزة تثير الفتن، نهدي شوية الوجوه اللي ما بقاش يعني لا تليق في هذا المجتمع، لان خلاص احنا عايزين نبني، مش عايزين نرجع لورا. ما هي الوجوه دي اللي بتحاول دايما تبحث عن اثارة يعني وتدمر في المجتمع. عموما جمهور الاهلي واعي وذكي، وإدارة النادي الأهلي ستبقى على عهدها طول العمر، والكلام ده أنا بقوله في حضرة المدير التنفيذي، إن هي جزء من هذا الوطن ولن تقبل أبدا بالخروج عن النص أو محاولة يعني العبث بمقدراته، وبالتالي في مسؤولية بتقع علينا كلنا في إن احنا نحافظ على هذه الآلية الرياضية مع وطننا بشكل محترم، وتعود الجماهير إلى المدرجات ويروحوا يقضوا يوم سعيد، ونبعد دايما عن الاحتكاك، والأجهزة الأمنية تتعاون، والحقيقه الاجهزه متعاونه. وانا بنتهز الفرصه في حضره العميد محمد مرجان، انه الحقيقه بذل جهد من وزاره الداخليه سواء السيد الوزير، ويأذن لي اقول الاسماء ولو نسيت يتفضل بذكرهم، العميد محمد اللواء جمال عبد الباري مساعد اول وزير للامن، السيد اللواء محمد منصور مساعد وزير لامن القاهره، السيد اللواء عماد صياد مساعد وزير للامن الوطني اللي بنشكره، السيد اللواء علاء سليم مدير الامن العام او مساعد وزير الامن العام، السيد اللواء محمود ابو عمره مدير مباحث الجنائيه بالوزاره، اللواء اشرف الجندي مدير مباحث العاصمه. الناس حريصه الحقيقه كلها على مش دعم النادي الاهلي، على انه مصر تبقى دايما في الصدار، وان الجمهور يدخل ويخرج بشكل محترم وفي تعاون كامل، وان شاء الله الفتره اللي جايه تشهد نوع من التعاون، والشباب كمان الصغير اللي بيبقى عنده طاقه محتاج يخرجها نوجهها في الخير وخدمه الوطن، بعيدا عن انه اهل الشر يستغلوها. يعني شوف انت ذكرت كل القيادات وكلها فعلا بتسعى لهذا. طيب تعالى بقى شوف انت النهارده من اول المجند اللي هو بينزل عشان خاطر حضرتك تروح المباراه، صحيح، ومن اول الضابط الصغير اللي هو بينزل عشان خاطر حضرتك تروح المباراه، ومن اول خلي بالك حياه ضابط الشرطه قاسيه جدا. يمكن انا معايا زوجه واولاد، ويعني دايما بحاول اعتذر لهم برضو، بس اسلوبي مش كويس. يعني انت ما بيشوفكش، صحيح، نتيجه دي حياتك ضابط الشرطه. ودخلت النادي الاهلي، يمكن انا نفس الحاله، انا مش حاسس لغايه دلوقتي في اختلاف. انا سبحان الله بقالنا 8 شهور، انت من 9 ل 11 12 في المكتب، فنفس القصه يعني. فلكن الحياه دي صعبه خلاص. الولد بقى اللي جاي يشجع ده لازم تبقى عندك الاحساس اللي ده نازل ما عندوش عشان مشكله، عشان يامن حضرتك، عشان ما يخشش معاك فيه. انت اهم حاجه لو مشيت وخرجت، خلي بالك ده اهلاوي زيك بالظبط، ويمكن بيبقى عايز الاهلي يكسب بشتى الطرق، من اول اصغر واحد يعني، بس ده شغله، فموجود عشان يامنك. انت لازم نوصل لمرحله لازم نفك الطلاسم اللي موجوده دي. لو كنا فعلا يعني جديين وعايزين نرجع تاني وعايزين نتحرك تاني وعايزين نبني، لكن لو في حاجه تانية اغراض تانية غير كده يعني، ما دي ما ان شاء الله يا باشا. زي ما بقول لحضرتك، مصر عادت يعني شمس كالذهب، وان شاء الله يعني لن نعود الى الوراء. لدينا دوله تبني، لدينا جمهور عظيم ونادي عظيم، المهم نحافظ على هذه العلاقه ونمنع بقى المتربصين من محاوله دق الاسفين، سواء بيننا وبين الانديه الاخرى، مع الاشقاء في اي مكان، مع الاجهزه الشرطيه المختلفه اللي بتبذل جهد خرافي، لانه الحقيقه ان الاوان انه مصر الكبيره زي ما وصفها الكابتن محمود الخطيب، جمهورها يملا المدرجات ان شاء الله. شوف انا مش هينفع اتكلم طبعا كابتن الخطيب، لان كابتن الخطيب لو انا اتكلمت هتبقى شهادتي مجروحه، كلنا شهادتنا مجروحه الحقيقه، ما ينفعش اتكلم عنه. لكن الـ يعني انا اسف طبعا بدون القاب، محمود الخطيب ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، المجتمع العربي وجماهيريته وشعبيته. عشان كده دايما يعني، يمكن في حاجه برضو، اما كان انا كنت عايز اخش مجلس اداره الانتخابات، فالكابتن قال لي بس انا محتاجك اداره تنفيذيه. قلت له يا كابتن بس انا عايز اخش مجلس اداره. طبعا انت كلنا عارفين القصه، هو اختار 20 وقال هيختار منهم، كان حاجه و30 وبعدين صفاهم ل 20 ثم ال 12، وهو ده يعني النادي الاهلي. والناس كانت زعلانه وناس كانت مضايقه، لكن هو فعلا لما تيجي تقعد تتفرج، لا هو بيختار
الفريق العمل كل واحد بيبقى ليه دور، كل واحد ليه المكان المناسب اللي هنستفيد منه في الوقت المناسب، وهو ده ذكاء المدير الفني، هو ده كابتن محمود الخطيب. فساعتها خلاص الانتخابات خلصت وربنا سبحانه وتعالى اكرمه والمجلس بالكامل نجح، فقال لي خلاص انت جاهز تبقى مدير التنفيذي؟ قلت له اه. قال لي بس انا خايف عليك وخايف على مستقبلك، انت هتعمل ايه؟ قلت له انا خلاص انا كده يعني وصلت لاقصى حاجه، فانا هستقيل وان شاء الله ابقى معاك في مدير التنفيذ. قال لي بص يا محمد، انا ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بنعم الحمد لله رب العالمين، مش محتاج حاجه تاني، لكن انا خايف عليك. قلت له سيبها على الله وربنا هيكرم وان شاء الله باذن الله اللي ربنا رد هيكون. وابتدينا نشتغل. عشان كده يمكن في مواقف الناس انا متاكد بتبقى مذهوله هي بتعدي ازاي، ما بتعديش غير حاجه واحده بس، رضا ربنا ودعبه الوالده وهي قاعده في البيت بتدعي لنا، وهو في شيء لله والاخلاص في العمل. والاخلاص في العمل، وان هي يعني الحمد لله احنا ما عندناش حاجه زايد على الكابتن محمود الخطيب خلص. لا على انتمائه ولا على لماثه خلقه، الحمد لله رب العالمين يعني، ولا على يعني انتمائه للنادي وللوطن وهذا التجرد وهذا الاخلاص. كلنا بنقول انه حد في هذا العمر وفي هذا السن كان يجلس مرتاحا بعيدا عن الكوره ومشاكلها والنادي الاهلي، بس دول اولاد النادي الاهلي بيدفعوا وبيبذلوا دمائهم من اجل النادي الاهلي، والنادي طيب. الاهلي فرض عليه كده. انا هستاذن العميد محمد مرجان، تعالوا نشوف هذا عشان يكون مدخل للحوار، طيب. الفيديو او الفيلم عن الاستعدادات ليوم الجمعيه العموميه اللي مقرره بعد ساعات من دلوقتي، بنتكلم يعني في 50 ساعه ان شاء الله، ربنا يدينا ويديكم الصحه طول العمر، وانا على ثقه انها تكون جمعيه تاريخيه وهتكون اكبر جمعيه عموميه في تاريخ الانديه تصوت على لائحه. نشوف الاستعدادات ونرجع بقى نتكلم بشيء من التفصيل مع المدير التنفيذي. ابقوا معنا. التصويت على اللائحة الأساسية للنادي الأهلي المقرر انعقادها يوم 28/9/2018. التصويت على لائحة النظام الأساسي هو الحدث الأهم حالياً في تاريخ النادي لتحديد مصيره ومستقبله، وعشان هو ده القانون اللي هيلتزم بيه كل الأعضاء وكمان العاملين في النادي وأولهم الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، قررت الإدارة التنفيذية بتوجيه من مجلس الإدارة توفير كل التسهيلات لكل الأعضاء في كل مراحل عملية التصويت. وفرنا وسائل انتقال آمنة وراقية عشان توصل الأعضاء من كل فروع النادي إلى فرع الجزيرة، وبعد التصويت هترجعهم تاني إلى فروع النادي على مدار اليوم. وكمان خصصنا 4 جولف كارتس داخل النادي عند بوابات الدخول الثلاثة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في التحرك داخل النادي. ولتسهيل الحركة داخل النادي تم تحديد 3 خطوط سير للأعضاء من جميع البوابات إلى خيمة التصويت. وكمان وفرنا شباب من أعضاء النادي لمساعدة الأعضاء في أي استفسار، هيبقوا موجودين في كل مكان في النادي إلى جانب أكشاك اعرف لجنتك اللي هتكون موجودة عند البوابة الرئيسية والبوابة الشرقية للنادي. وكمان هيكونوا موجودين عشان يستقبلوا الأعضاء عند خيمة التصويت للرد على أي استفسارات تخص طريقة الوصول للجان وطريقة التصويت ورقم اللجنة المخصص لكل عضو الموضح في كارنيه العضوية. داخل الخيمة هيكون فيه لوحة استرشادية توضح أماكن اللجان وأرقامها عشان كل عضو يعرف مكان لجنته، مكان منصة القضاء اللي هيقوموا بالإشراف على عملية التصويت، المداخل والمخارج ومخرج الطوارئ لتسهيل الحركة داخل الخيمة أثناء عملية التصويت. أول ما العضو يدخل الخيمة بيسجل دخوله ويتجه للجنته وبيسلم مندوب الجهة الإدارية بطاقته الشخصية وكارنيه العضوية وبيستلم بطاقة التصويت عشان يقول فيها رأيه، وبعدها يروح للصندوق عشان يحط فيه بطاقة التصويت. وقبل ما يخرج من الخيمة هيستلم البطاقة الشخصية وكارنيه العضوية. وعشان نبقى عارفين، الوصول إلى النصاب أو العدد القانوني لاعتماد الجمعية العمومية هو 12500 عضو، وعشان كده لازم كلنا نشارك عشان مصلحة نادينا. طب ده فيديو سريع كده او فيلم تسجيلي يعني باستخدام الجرافيك والانفوجراف لبيان عملية التصويت هتتم ازاي. معانا حاجات تانية وتفاصيل اخرى هنعرضها، وكمان نعرف من الكابتن محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الاهلي اخر الاستعدادات بقى لاستقبال الجمعيه العموميه يوم الجمعه. حضرتك شغالين من امتى وايه الخطه كده اللي عندك، واحكي لنا واحنا معاك يعني كلنا اذن صاغيه عشان الساده الاعضاء اللي بيشوفونا دلوقتي في البيوت او في الفروع الثلاثه يطمنوا ان هم هيجوا يقضوا يوم سعيد ان شاء الله. نشوف طبعا انا يعني في البدايه بس يعني الفيلم ده
الفكره بتاعته الحمد لله رب العالمين يعني جت لي يمكن للجنه شكلناها بعد تكليف كابتن الخطيب اللي احنا الاداره التنفيذيه في عاتقها تسهيل اليوم على اداء الجمعيه العموميه وخصوصا الفزاعه اللي موجوده عند الناس من المشهد اللي شافوه الانتخابات اللي فاتت فالكابتن مشدد جدا جدا وخصوصا كبار السن الاهتمام بكبار السن فاحنا من ساعتها عمالين وانا يعني هرصد الموضوع بالتواريخ بس لازم اوجه شكر للاخ والعزيز الزميل المقدم احمد النحاس يمكن هو لسه منضم لفريق العمل الاداره التنفيذيه وبرده من ابناء وزاره الداخليه وقدم استقالته وداخل مشارك معانا ماسك نائب مدير فرع مدينه نصر للسيادة اللي هو حسن مسعود وده برضو من فكر كابتن الخطيب أسطورة بالأساطير اللي هو حسن كان هناك فكر كابتن الخطيب إزاي تدعم دايما بالدم الجديد وإزاي تستفيد وأنا هنتكلم فيها برضو تمام فهو اللي أشرف على الفيلم دوت تعالى بقى نبدأ كده عشان خاطر نطمن الناس واحدة واحدة احنا 31/12/2017 مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته قرر تشكيل لجنه لاعاده مشروع لائحه النظام الاساسي. حلو. هذه اللجنه اعاده مشروع لائحه النظام الاساسي كان وعد رئيس مجلس الاداره كابتن الخطيب اثناء الجوله الانتخابيه ومجلس الاداره اللي هو في خلال سنه هيقدم لائحه نظام اساسي لان لا يجوز ولا يصح ان النادي الاهلي يكون عنده لائحه ارشاديه هي اللي بتتحرك عليها او هي دي اللي بيلتزم بيها النادي الاهلي لان لازم عندك لائحه نظام اساسي. هرجع اقول تاني احنا في 2014 مجلس كابتن حسن قدم لائحه نظام اساسي والجمعيه العموميه اعتمدتها ولكن الجهه الاداريه رفضتها في 2017 المجلس السابق قدم برضه لائحه نظام اساسي الجمعيه العموميه اعتمدتها ولكن الجهه الاداريه اللجنه الاولمبيه رفضتها نتيجه اللي هي خلفت القانون لان اللائحه الارشاديه كانت بتقول لك يوم واحد في مقر الرئيسي من الساعه 7 من الساعه 9 للساعه 7 ده قانون فاحنا بنحترم القانون المره دي نفس القصه اجتهدنا او كان من اهم القرارات في يعني يمكن تاني جلسه كنتش انا حتى لسه اتعينت 31/12 تشكيل اللجنه برئاسه المستشار محمود فهمي ودي برضو موقف من المواقف اللي يمكن الكابتن قاله ساعه الندوات بتاعتنا المفروض نائب رئيس النادي في اللجنه هو المفروض يبقى رئيس النادي نائب رئيس النادي الاستاذ عامر فاروق طبعا يعني قال لك ما ينفعش يبقى المستشار محمود فهمي قيمه وقامه موجود هو لازم يبقى رئيس اللجنه ومستشار محمود فهمي كان يمكن رئيس النادي الاهلي في يوم من الايام في فتره انتقاليه من الفترات كان هو رئيس النادي واقدم الاعضاء وطبعا يعني حاجه انت فعلا بتفتخر اللي انت بتتعامل صحيح. مع شخصيه زي المستشار محمود فهمي فتشكلت اللجنه كان فيها المستشار محمود فهمي عامر بيه فاروق الدكتور سعد شلبي طبعا الاستاذ ابراهيم الكفراوي اخويا وصديقي الاستاذ طارق قنديل اخويا وصديقي المهندس محمد الجرحي الاستاذ محمد الجرحي تحت السن ومن افضل العناصر برضه كلهم شباب مميزين جدا وبيتحركوا اللجنه دي تولت مسؤوليه المشروع بالشكل اللي احنا شفناه تمام في 12/8 قرر مجلس الاداره تحديد ميعاد الجمعيه العموميه الغير عاديه للتصويت على لائحه يوم 28/9/2018 تمام يمكن حصل نقاشات وحصل الكلام الميعاد التوقيت القصه توكلنا على سبحانه وتعالى اعتمدنا الميعاد الكل بقى على قلب رجل واحد الحمد لله رب العالمين كانت الجلسه رقم 11 مجلس الاداره صحيح 14/8 تم تشكيل لجنه صياغه عشان خاطر تتابع المشروع دوت في شكله النهائي في صورته عامله ازاي طبعا برضو المستشار محمود فهمي اختار قامات من القانون الكل يعتز والكل يفخر اللي هي موجوده في لجنه الصياغه بتاعتها. صحيح. طبعا رئاسه معالي المستشار محمود فهمي عضويه كل من السيد المستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب السابق المستشار احمد امين حسان معالي المستشار اسامه قنديل اللي هو فعلا حريص ومحب للنادي الاهلي بطريقه غير عاديه يعني عندنا لقاء معاه النهارده ان شاء الله يعني شوف انا الفلسفه القانونيه للاعداد اللائحه غير عادي ويمكن اسامه بيه قنديل وعلاء بيه قنديل وشرع قنديل برضو من الناس اللي هم كان ليهم بصمه كبيره جدا جدا في اخر خمس ايام او ست ايام عشان تطلع بقى اللائحه بالشكل النهائي ده صحيح. احنا كنا بنسرع الوقت يعني صحيح. انا اقول لك بقى دي ساعتها دي صحيح. احنا كنا بنخش النادي 9 الصبح بنمشي من النادي الساعه 2 و3 الصبح تمام وكان بساعتها معانا موجود الاستاذ ابراهيم الكفراوي وموجود الاستاذ محمد الجرحي وموجود استاذ طارق قنديل الناس بقى بتتسارع واقعد تشوف الناس وهي يعني اقول لك اصل ايه
احنا مش قاعدين في البيت عشان خاطر، لا ده انت بتخدم من قلبك النادي، بتطلع صحيح. من حاجه من قلبك عشان خاطر ولادك. خمس ايام دول كانوا فتره بقى الصياغه والاخر بقى اللي انت هنطلع بعد حوار مجتمعي راقي وندوات ولقاءات ومقترحات، شيء عظيم يعني. ما احنا ماشيين بترتيباتها بالظبط كده، المشار محمود فهمي طبعا رئيس لجنه الصياغه، معي الوزير مجدي العجاتي، المشار احمد امين حسان، المشار اسامه قنديل، المشار عمر شريف، المشار علاء قنديل، المستشار احمد حسين، طبعا برضو الجندي المجهول دايما اللي شايل معايا يمكن في الاداره التنفيذيه الاستاذ محمد فتحي المشرف على الاداره القانونيه. ده يوم 14/8 اتشكلت اللجنه دي بعد قرار مجلس الاداره 12/8، ومن ضمن الالتزام بكافه الاجراءات القانونيه. طب ايه هي الاجراءات القانونيه اللي احنا عايزين نشتغل عليها؟ اول حاجه لازم تعمل اعلان رسمي في مده لا تقل من 45 ل 30 يوم في احدى الصحف القوميه، ده تم بالفعل. اختار اللجنه الاولمبيه، تم بالفعل. اعلان في الثلاث فروع لاعضاء الجمعيه العموميه في مكان ظاهر، ده تم بالفعل. يعني ما فيش خطوه احنا يعني بنعملها غير ما اتحقنا فيها. 14/8 كابتن 14/8 خلي بالك ده كان عيد، وقت العيد. كابتن شكل لجنه مركزيه. طيب اللجنه المركزيه دي موجودة يا كابتن، احنا في عيد وابتدينا نشتغل على طول، نشتغل ونتحرك. طيب جه الكابتن قال لك طيب المشروع اللائحة ده احنا عايزين يعني نطرحه لأعضاء الجمعية العمومية، وعايزين يبقى فيه هناك حوار مجتمعي حلو. برضه هيجي الوقت، خلي بالك احنا ما فيش حاجة ما بنعملها أو ما فيش خطوة بناخدها إلا لما فيها حوار وفيها نقاش. يمكن أنت عايش معانا في الموجود معانا، فيها حوار وفيها نقاش، والكابتن بيبقى حريص جدا جدا اللي هو بيسأل يسمع واحد واحد وبيشوف وبياخد، ولغايه في الاخر خلاص لما بناخد قرار القرار فعلا بيطلع، الناس كلها بتقف تسحب. ده يعني نوع من برضو اللي انا بقوله، اللي الناس كلها اللي بيحب النادي الاهلي لازم يتعلم الاداره دي، ولازم صحيح. يبقى حريص جدا على الاداره دي، لان هو خلي بالك لا يمثل نفسه، وعارف كده كويس جدا لا يمثل نفسه، ده بيمثل النادي الاهلي النهارده. فهو النادي الاهلي عشان تمثل النادي الاهلي قرارك لازم يكون محسوب، ومفيش كلمه تطلع من بقك غير في وقتها وفي حينها. تمام. اما شكلنا اللجنه المركزيه كان اول مقترح لينا، احنا اجازه عيد، طب هنشوف الناس ازاي؟ هنعمل ميل. طب الميل ده اسمه ايه؟ اسمه شارك. شارك. طب اللجنه المركزيه دي رحنا عاملين ميل اسمه شارك. طب اللجنه المركزيه اعضائها مين؟ رئيسها رئيس النادي كابتن محمود خطيب، عضوتها نائب رئيس النادي الاستاذ ابراهيم الكفراوي، استاذ طارق قنديل، استاذ محمد الجرحي. طيب واي حد من اعضاء مجلس الاداره كان بيحب يحضر بيحضر طبعا. وبعدين الخبرات الاخرى بقى، تعالى بقى الحاجات بقى اللجنه المركزيه دي، احنا عايزين نخرج بره مجلس، عايزين بقى ندخل التنفيذيين، لا انا عايز المدير التنفيذي يبقى موجود، طب انا عايز الاعلام، طب هندخل استاذ شيفوات يبقى موجود عضو في اللجنه، طب هندخل استاذ خالد التوحيد، طب هندخل استاذ جمال جبر معانا في اللجنه، طب الاستاذ محمد فتحي معانا في اللجنه، الاستاذ وليد سليمان متابعه معانا في اللجنه، طبعا حازم هلال ولمياء كامل دول، طبعا استاذ حازم هلال ده يعني هو ولمياء كامل طبعا من الناس، ويعني لازم نشكرهم لحبهم للنادي الاهلي صحيح، وعملهم للنادي الاهلي صحيح بلا مقابل. افكارهم اللي دايما جميله بنبني عليها حاجات كتير جدا جدا، يعني لازم طبعا نوجه لهم الشكر يعني. فبقت دي لجنه مركزيه شبه منعقده سايبه بيوتها كل يوم، وانت عارف الكابتن حريص جدا جدا، واللي يجي متاخر يدفع هو ثمن الغداء وحاجات واللائحه وتنفذ اللائحه. المهم شكلنا اللجنه المركزيه، طب نعمل الميل عشان الناس هتبقى في العيد مش هتبقى موجوده، هنتواصل مع الناس ازاي؟ عملنا الميل شارك، ونزلنا الميل على الموقع الرسمي. طيب فوجئنا اللي انت عندك 102 مقترح جايين لك على الميل في اول لحظه كده، منهم مقترحات ايجابيه جدا جدا، ومنهم هجوم كالعاده. انت تتصرف العمل لازم عندكش مشكله خالص. طيب انشاء الميل دوت، احنا في العيد، الكابتن موجود، انت فين؟ انا في النادي. طيب ماشي انا جاي لك النادي. جه النادي دكتور سعد شلبي طبعا كان موجود معانا، استاذ محمد فتحي كان موجود معانا. ايه الاخبار؟ عندنا 102 مقترح يا كابتن. ال 102 مقترح، طب عايزين نحط رولز هنمشي ازاي وهنتحرك ازاي؟ قلنا هتبقى نسب مئويه، يعني المقترحات اللي هتيجي النهارده اللي فيها النسبه الاعلى دي لازم نشوفها فورا ونعرضها على لجنه الصياغه واللجنه القانونيه برئاسه المستشار محمود فهمي تقرر بشأنها. طيب جينا ال 102 مقترح، لقينا في اربع مقترحات ولفظ لازم يتعدل، ده كان عليه اغلبيه. يعني المقترح الاولاني كان بخصوص الجهات القضائيه، ومش مضايفين كلمة أو الهيئات، يعني أنت من حق مجلس الإدارة الجهات أو الهيئات. على الفور حولنا المقترح للمستشار محمود فهمي واللجنة القانونية درسوه،
القصة الثانية كان بشأن طبعا العضويات، كانت قصة المطلقة والكلام والجدال اللي داخل فيها طبعا. كل الكلام ده انا مش عايز اخش في تفاصيل اللائحة نفسها لان كل الكلام ده كتير يعني اتكلمتوا فيه وكل ده اتعدى. انا بكلمك بس بحكي لكم الناس ان كان في جهد عظيم بيتم وصولا لليوم اللي اخذنا القرار ده. لجنة الصياغة اعتمدت، احنا كل ده انا بقول لك احنا في عيد، لجنة الصياغة اعتمدت، اللجنة القانونية اعتمدت، اعرض مجلس الإدارة بعد العيد، مجلس الإدارة اعتمد، بعتنا رد للناس اللي هي بعتت على الميل. مش عايز أقول لك بقى في نسبة الاحترام، في تفاعل ومشاركة طبعا. بص يا أستاذ شريف، أنت النهاردة طالما ما بتخافش من حاجة غير من ربنا سبحانه وتعالى وبتعمل حاجة لصالح العام، أنت ما تخافش، تمام، اتحرك وقلبك جامد وتحرك، فابتدينا نتحرك على هذا الكلام. طيب خلصت أجازة العيد، النهاردة في الاجتماعات اللي احنا شغالين فيها كلجنة مركزية اخر ميعاد المقترحات طبقا للقانون. انت عندك بقى وقت، انا المفروض اعلق كشوفات قبلها بثمان ايام، المفروض اللائحه النهائيه بالشكل النهائي تبقى في ايد العضو الجمعيه العموميه قبلها بثمان ايام، تبقى متعلقه في الثلاث فروع قبلها بثمان ايام. طب النهارده عشان اخد المقترحات وهدخل المطبعه وهتراجع القصه دي كلها، فاحنا قلنا اخر ميعاد لاستقبال اقتراحات الاعضاء الجمعيه العموميه يوم 9/9. كان في شهر كامل حوار وتلقي مقترحات، وده وقت كويس قوي يعني. فانت اديت النهارده مقترحات، طب انت وصلت النهارده لكام مقترح؟ 3500. حضرتك كنت موجود معانا في الشيخ زايد اما بنقول للكابتن قبل الاجتماع بتاع الشيخ زايد ده احنا عندنا 2860 مقترح او 2861 مقترح. الكابتن الخطيب راجل دقيق جدا وما عندوش يعني ما هو مش مصدق، قال لك لا هو مش مصدق، لا قولوا الرقم المظبوط. والله يا كابتن ده الرقم المظبوط 2861. طب خلاص اما نشوف هو بعد الندوه الشيخ زايد دخلنا في 3000 لان جالنا 460 مقترح. ما هو انت خلي بالك الناس اعضاء جماعه تفاعلهم نفسه ده كان في حد تمام. طب تعالى ناخد قرار، احنا خلاص اخذنا الميل، الناس بنستقبل، عملنا طبعا يعني هقول لك ايه بقى الدينامو الاساسي والكنز والثروه الحقيقيه اللي كابتن محمود الخطيب بيحافظ عليها وماسك فيها بايديه واسنانه وبيعملها فعلا يعني استكمال كمان لكابتن حسن، بس هو بقى بيعملها كمان ازيد. كابتن محمود يمكن نزل بقى الاعمار السنيه الشباب اللي هي 17 و16 و18 ولاد النادي الاهلي صحيح، وعملوا ورشه عمل هايله لحق الشباب دول. الشباب دول عملنا ايه؟ عملنا النهارده لجان موجوده في النادي في الفروع، عملنا ثلاث اماكن مخصصه. الشباب دول دورهم ايه؟ الشباب دول دورهم النهارده واقفين متطوعين من الساعه 10 صباحا لغايه الساعه 11 مساء بكل حب دون مقابل. صحيح، حب النادي الاهلي، بيعرضوا على اعضاء الجمعيه العموميه او بيستقبلوا من اعضاء الجمعيه العموميه مقترحاتهم. تمام، فانت النهارده دخلنا في قصه شارك. صحيح، شارك دي بقت موجوده، ميل بقت موجوده على ارض الواقع متمثلة في شبابك. الإدارات المختلفة كانت بتستقبل المقترحات المكتوبة موجودة في السكرتارية، يعني كان في وسائل مختلفة لهذا التفاعل واستقبال المقترحات. خلاص اما ابتدينا نشتغل في كده. طب عايزين النهارده وصلنا زي ما بقول لك كده 3500 مقترح. طيب خلاص، طب يا كابتن احنا اخر ميعاد بالنسبة لنا 9/9 وانت كنت موجود يمكن في في الكلام دوت. الكابتن قال طيب خلاص احنا النهارده حاجة من الاثنين، ناقص ايه؟ في ناس كتير جدا لسه صوتهم ما وصلناش. طب احنا عايزين نعمل حوار مجتمعي، وده هذا الحوار اللي تم، ده الحوار الاول في تاريخ الانديه المصريه. صحيح، وانا متاكد من هذا الكلام. طبعا المجموع العام كان دايما بيعمل لك اللائحه النهائيه وبينزل هو ده وبيدافع عنها. لا احنا كنا ممكن تكون متفق مع بعض المواد، مختلف مع البعض الاخر، لكن ما عندكش مجال للتغيير. لا احنا كنا قاصدين النهارده يبقى في حوار، لان الكابتن خلي بالك كابتن محمود الخطيب عنده ال 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 اللوجو او الشعار بتاعه حملته ايه؟ عائله النادي الاهلي. صحيح، طيب عائله النادي الاهلي يعني تحقيق هذا المصطلح عائله النادي الاهلي من الطفل الصغير للكبير لرواد السن، مهتم جدا جدا بالرواد، مهتم جدا جدا بالشباب الصغير، مهتم جدا جدا بالقدرات الخاصه، وهتلاقيه دايما بيركز في هذا الموضوع. خلاص، فطيب النهارده شكلنا الكلام دوت، هنعمل ورش عمل، هنلتقي بالاعضاء الجمعيه العموميه في الفروع الثلاثه. في الفروع الثلاثه. طيب خلال الكلام ده طبعا دار عندك 16 او 17 ورشه عمل ما شاء الله، ورشه عمل شباب، ورشه عمل المراه، ورشه عمل رياضيين، اقتصاد، قانون، ورشه عمل الشخصيات العامه، قانونيين، اشتراكات، الاداره التنفيذيه. وشدد جدا 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 على الاداره التنفيذيه، قال لي يا محمد النهارده الاداره التنفيذيه دول احنا عايزين نعرف كل ال 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 ال
الايجابيات وكل السلبيات اللي بتقابلهم في عمل. انا عايز اسهل على هم دول المحتكين على الارض. والحقيقه ان اداره الاشتراكات والادارات المختلفه اسامي حساب عظيم. قدمت مقترحات ممتازه لان هو اللي ايده في الموضوع. بص ما فيش عامل في النادي، ما فيش موظف في النادي، وما فيش يمكن انا ليا شرف اللي انا يمكن على المسلسل الهرم دوت في الوقت الحالي الا اما بيتحرك في الموضوع ده بمنتهى الحب. عظيم. خلاص خلصنا الندوات، طب هنعمل ناخد قرار. عندك 6 و7 و8 بسرعه. عايزين نعمل الندوات، طب هنعمل حوارات ازاي؟ زي ما انت كنت معانا عملنا الحوارات والندوات في الثلاث فروع. يمكن ما فيش اجمل ولا اروع من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. صحيح. وما فيش اجمل ولا اروع من الحوار ورقي الحوار ومثمر. بتروح مدينه نصر اعضائك متفاهمين، بتروح الشيخ زايد اعضائك متفاهمين، بتروح الجزيره اعضاء متفاهمين، طلبات مشروعه. النهارده يوم 9/9 وانت بتعمل هذه اللائحه بدايه من يوم 9 اليوم المفروض كنت انا استلم اللائحه من في النهايه الصيغه يوم 13 عشان ادخلها المطبعه عشان خاطر يوم 20 تكون موجوده. طبعا دي نتيجه اللائحه دي عملها اعضاء الجمعيه العموميه بالكامل. صحيح. فبقت اللجنه عندها حرص شديد جدا 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 اللي ما فيش حاجه تخرج بره طلب الجمعيه العموميه. عظيم. وده اللي احنا نجحنا فيه الحمد لله رب العالمين. هو اصبح عندنا منتج عظيم، هو في النهايه منتج بشري، ممكن يعني بعض يتفق او يختلف بعض حول بعض بنوده، لكن وصلنا الى شبه توافق ولائحه تليق باسم الاهلي. يعني يمكن برضه انا عشان انت معانا برضه على طول، انت عشان تعمل الغلاف تعبت. يعني عشان ناخد قرار الغلاف. صحيح. ونختار الغلاف اللجنه التصميم. المركزيه عشان توصل للمنتج ده في الاخر. وتلاقي النهارده طب هنعمل ايه؟ انت النهارده 2018 تجيب الصوره لاول لجنه اداريه، انت عايز توصل لاعضاء الجمعيه العموميه ايه؟ انت عايز توصل لاولاد حضرتك ايه؟ انا عايز اوصل له يعني انت شاهد على التاريخ وبتصنعه بمشاركتك زي ما السابقون صنعوه كده، واحنا لسه محتفظين بصورهم وسعداء وفخورين بيها. يعني طيب انت النهارده اول قانون للنادي الاهلي، وده انا طبعا انا عمال انت يمكن في موقعك دي تنفيذي اكتشفت ان انت عندك مجلد ودستور النادي الاهلي. اول قانون للنادي الاهلي تم صنعه 1908 ما شاء الله، اللي هي اول لجنه اداريه عملته. ما شاء طب الله. انت عايز ايه من ده؟ انت واجهت خلال الفتره اللي فاتت ايام الانتخابات الناس بتتريق على مبادئ النادي الاهلي، وناس بتتريق على اخلاق النادي الاهلي، وناس بتتريق على تاريخ النادي الاهلي. فانا اسف، لا صح الا الصحيح. فانت النهارده كان ممكن في ظل الفتره السابقه تتوه القصه دي، ويحصل فرقه بين الفروع، ويحصل فرقه بين اعضاء النادي، ويحصل فرقه بين الفرق الرياضيه. فانت عشان كده انت مصمم ان انت بتجمع النادي الاهلي كله تحت مظله واحده اسمها النادي الاهلي. مش حاجه اسمها فروع، مفيش حاجه اسمها النهارده اصل ده مميز عن ده. انت النهارده كل واحد له حقوق، له واجبات، له شرف الانتماء للنادي الاهلي. صحيح. فانت بتزرع ده في اولادك، بتزرع ده في الجيل اللي طالع، بتزرعه. عشان كده انت ازاي بتكسب؟ انا بكسب عشان انت زارع ده في الاولاد. صحيح. انت بتكسب بتطلع الاول. عشان كده انت النهارده يمكن بتسهم في اعداد جيل منتمي لهذا الوطن، يعني بيحب ناديه لكنه جيل مصري خالص منتمي للوطن، بيدافع عن مبادئه وعن اخلاق النادي الاهلي اللي تورثناها عبر الاجيال. عشان كده يمكن احنا بنقول بلاش بقى نسمم افكار الشباب الصغيره، بلاش نقول الصوت العالي او الدراع هو اللي بتاخد حق بيحقك. ده غلط، ده اسلوب غلط. الاهلي واقف قدام الصوت العالي الولاد دول ولا بنشغل بالنا بيها. الولاد دول ولادنا. الاهلي ماض في طريقه. بس ارجوكم الولاد طريق. الولاد دول علموهم الاخلاق، علموهم اللي خد حقك بالقانون، خد حقك بدراعك احترام. يعني مش بدراعك، لا خد حقك باحترام المبادئ، باحترام الاخلاق. صحيح. وتاكد ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش اجر حد. المهم احنا في الاخر خالص من ضمن الخطوات عشان ما نعطلش وما نخرجش الناس عن القصه دي، كان عندنا حاجه مهمه جدا 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 واسعدتنا كلنا، اللي احنا النهارده المظله الرئيسيه للرياضه المصريه هي ايه؟ اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه. خلاص. والنادي الاهلي هو اول من نادى بهذا الكلام، اول من نادى بفصل السياسه عن الرياضه، اول من نادى بعدم التدخل الحكومي طبقا مش عشان مواثيق الدوري لمواثيق الاولمبيه. فاهم ازاي؟ ما ليه الناس تقول لك اصل في فرق بين النادي الاهلي، ومش عشان حاجه، النادي الاهلي في فرق، النادي الاهلي بيشتغل في صمت، مطلع كمان، بيتحرك في صمت، له دور مؤسسي لا يحيد عنه، ما بيخرجش عنه، ما عندوش طموحات اكتر من كده. انا يعني وانا متاكد من اللي انا بقوله، له دور بيأديه، بيربي جيل، هو ده النادي الاهلي. عشان كده دايما النادي الاهلي دايما في الرياده. تمام. فاحنا النهارده طب اللجنه الاولمبيه دي احنا بعتنا خطاب للجنه الاولمبيه بمشروع اللائحه، بالاضافه الى كافه الاعلاميين او كثيرا من الاعلاميين عشان خاطر بس ما حدش يقول لك انا ما جاتليش بعض الرموز. المجالس الادارات السابقه للاستفاده من خبراتها، جواب مكتوب موقع عليه رئيس النادي كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود يحترم كل الاطراف، يحترم كل من يعمل في المنظومه، يحترم كل الناس. يعني يمكن انا ماشي انا وهو
كنا رايحين احنا عايزين نروح يا محمد نشوف معسكر مرسى مطروح. حاضر يا كابتن. هنطلع نتحرك الساعه 9 الصبح نروح المعسكر. فماشي انا وهو ويمكن انا كان معايا زوجتي ومعاه زوجته الفاضله. فاحنا بنتكلم قلت له بص يا كابتن انت علمتني الاخلاق بزياده، يعني انا مؤدب وانت دايما تقول لي اسلوبك. كابتن محمود الخطيب قمه الرقي والاخلاق. ده نبل. يعني فهي دي النقطه كلها. فانت النهارده بتزرع ده في ولادك، يعني كفايه ان انت تخلي ولد صغير اما يشوفك بتبتسم. انا عن نفسي بحاول بس انا بصراحه ما بقدرش، يعني انا نتيجه التنفيذي انا اسلوب دايما، بس هو بيبقى طالب نظام والمجلس طالب منك نظام يعني في نظام الضغوط يعني فالضغوط والنظام دوت محتاج اسلوب ورتم سريع. بس في النهايه في قواعد بتحكمك، يعني الحمد في قواعد لله اخلاقيه نشات في بيئه معينه بالاضافه لاخلاقيات النادي الاهلي في اطار بيحكمك يعني. المهم اتحركنا. طيب بعتنا اللجنه الاولمبيه، فوجئنا لقينا النهارده مدير اللجنه الاولمبيه في اهتمام بالغ جدا. رئيس اللجنه لا المدير الاول ممدوح الششتاوي في اهتمام بالغ جدا من المهندس هشام حطب، بس بيقول في هناك مقترحات وملحوظات. فبقينا سعداء جدا طبعا يا كابتن. ده امال احنا باعتين ليه اللائحه؟ ده اللجنه الاولمبيه قرت المشروع اللائحه وبيقول في مقترحات. قال لي طيب ايه المطلوب النهارده؟ احنا حاجه كويسه جدا، احنا لسه قدامنا لغايه يوم 9/9. طيب فهنتوجه لهم. رحنا لهم زياره بوفد. كانت زيارة مهمة أوي. كان رئيس النادي ويوميها كان الكابتن رايح بصفته رئيس النادي وبصفته رئيس اللجنة المركزية لإعداد اللائحة. لإعداد اللائحة، يعني رايح بصفتين رئيس النادي الأهلي وبصفته رئيس اللجنة المركزية. خلاص. وكان معانا المستشار أسامة أنديل قانوني عضو اللجنة، وكان معانا الأستاذ محمد الجرحي، وكان معانا الأستاذ طارق أنديل بصفتهم أعضاء اللجنة. رحنا قعدنا مع اللجنة الأولمبية وكانت أول زيارة للنادي الأهلي. دي حاجة عظيمة اللجنة الأولمبية. وينبغي ان تكون العلاقة بين المؤسسات الكبيرة على هذا المستوى. لا انا عايز اقول لك اللي النادي الاهلي اكبر نادي في الشرق الاوسط، اللجنة الأولمبية لها كل التقدير والاحترام، طبيعي ان العلاقة بين الكيانات دي تكون على هذا المستوى الراقي من الاحترام والتعاون. شوف كان انا عايز اقول لك اللي كان فيه استقبال يعني فعلا راقي، كان فيه حوار محترم جدا جدا جدا، كان فيه المهندس هشام حطب طبعا رئيس اللجنة الأولمبية، الدكتور علاء جبر، خلي بالك الدكتور علاء جبر كان سباح في النادي الاهلي ورئيس الاتحاد القوس والسهم، حاجة يعني شخصيات راقية جدا. المستشار محمد دمرداش طبعا المستشار محمد دمرداش هو بقى المستشار محمد دمرداش وانا لا اغل هو فعلا له افكار وله مقترحات جميله جدا جدا. قعدنا على ترابيزه العمل عندهم، شفنا المقترحات، شفنا الاسلوب اللي هم بنتحرك فيه، وفي الاخر خالص اخذنا مقترحات اللجنه الاولمبيه عشان نضيفها على مقترحات اعضاء الجمعيه العموميه، على مقترحات الاعلاميين. كل ده انت وصلت النهارده، لو انا هقول لك احنا عدينا اكتر من 5000 او 6000 وشويه مقترح مش هتصدق. عشان كده بنقول هذه اللائحه صنعها ابناء النادي الاهلي عشاق النادي الاهلي ومحبيه، الحمد لله رب العالمين. طيب يوم 9/9 برضو يعني اسعدنا بقى، خلاص احنا خلاص خدنا كل المقترحات، النهارده مفيش مقترحات هناخدها بعد كده، احنا هنسلم كل المقترحات لجنه الصياغه عشان تبدا تشتغل. اللجنه الاولمبيه المصريه في النادي الاهلي وفي بيتها في النادي الاهلي لوضع ال 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 الشكل النهائي او وضع المقترحات النهائيه بالتنسيق مع لجنه الصياغه والتنسيق مع اللجنه المركزيه. وبرضه احنا استقبلناهم المهندس هشام حطب في النادي وكان كابتن الخطيب. كانت زياره مهمه الحقيقه، وهم وزياره عمل وقعدوا يشتغلوا بالليل. الحمد لله رب العالمين. قاموا الرؤساء رئيس النادي ورئيس اللجنه الاولمبيه وسابوا اللجنه المركزيه وسابوا لجنه الصياغه وسابوا المستشار هشام المستشار دمرداش والمجموعه القانونيه يشتغلوا. اليوم ده خلصوا الساعه 11 بالليل ما شاء الله، ابتدوا الساعه 2 خلصوا 11 بالليل. فانا بقول لك دي مراحل الحمد لله. عايز استاذنك عشان وقتنا بيجري وفي فقرات كتيره في برنامج الاهلي الليله واحنا محتاجين يعني ناخد وقت اطول عشان الساده الاعضاء معك. عايزين نوصل يوم 28 سبتمبر بقى. طيب يوم 28 يعني هذا سبتمبر. الجهد الحقيقه شابوا لي وترفع له القبعه. الاداره التنفيذيه ماذا اعدت ليوم 28؟ ودي مسؤوليتك بقى وزملائك ومعاونيك في طبعا انا ارجع اقول لك تاني، يمكن انتوا شفتوا اول حاجه احنا عملناها، عملنا الـ 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 الفيلم البسيط دوت او الحاجه دي بسيطه عشان اوصل واخاطب بيها كل خاطب بيها الشباب واخاطب بيها الرواد واخاطب بيها الكل اعضاء الجمعيه العموميه. احنا شكلنا على طول فورا لجنه تنفيذيه، دي برضو منعقده من بدايه من 19/8 بصفه مستمره. عملنا فيها لجنه عليا برضو، خلي بالك انت بتعلم النظام من مجلس الاداره فانت بتشتغل بنفس الروح وهو صحيح. في كل الادارات. فالحمد لله اللجنه العليا دي فيها انا موجود برضو بصفتي المدير التنفيذي، معايا طبعا الاستاذ واستاذي انا شخصيا يعني في الاداره واشتغلت معاه قبل كده استاذ حسن مسعود مدير فرع مدينه نصر،
معايا سياده اللواء الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد، معانا الاستاذ خالد مرسي اخويا وصديقي برضو مدير فرع الجزيره، والساده نوابهم في الفروع معانا موجودين. هشكلنا اللجنه دي، اللجنه العامه دي تحتيها 11 لجنه. ما سيبناش عظيم حاجه حضرتك كل التفاصيل الصغيره بس هذه التفاصيل دي، يعني عندك لجنه عليا، عندك لجنه اشتراكات موجوده، لجنه الحاسب الالي موجوده، لجنه طبيه برئاسه الدكتور محمد شوقي طبعا رئيس اللجنه الطبيه عشان خاطر توفير عربيات اسعاف موجوده. اللجنه دي ما اتشكلت، طيب احنا بنعمل اجتماعات عايزين نوفر اكتر سبل الرحل. اجتمعنا وصلنا للشكل ان شاء الله باذن الله الافضل على الفور. ايه اللي احنا واجهناه المره اللي فاتت؟ واجهنا مداخل ومخارج صعبه، واجهنا يعني ازدحام كمان، ازدحام شديد، واجهنا كذا. طيب خلاص لجنه الشباب عشان برضو ما انساش مشاركه، مش لجنه الشباب اللي هي، لا دي مجموعه الشباب ولاد النادي وليست لجنه الشباب، لا دي مجموعه شباب ولاد النادي هي اللي داخله في القصه دي. طيب النهارده احنا ايه عندنا؟ ايه اول حاجه عايزين نشوف الباركينج والناس هتركن، اعضاء جمعيه ماليه هيركنوا فين؟ على الفور حجزنا التحرير، حجزنا الاوبرا، حجزنا المحافظه. تمام. طيب جراج التحرير العضو النهارده هيركن عربيته في جراج التحرير هيجي ازاي؟ النهارده احنا موفرين 10 ميكروباصات عشان يبقى شات الباص يبقى شغال بدايه من الساعه 8 صباحا لغايه اخر واحد الساعه 11 مساء. بنوفر امن لأكثر من 2000 عربية في جراج التحرير موجود. كل اللي انت هتعمله هتخش وانت بتلتزم بالتعليمات الأمنية هناك، تفتح شنطة العربية، الرخص العربية يشوفوها، كارنيه العضوية، مش عايز منك تاني حاجة أكتر من كده. في ناس موجودة مش هتدفع رسوم ولا حاجة، ده مجانا تماما. جراج الأوبرا نفس القصة. طيب أنا النهاردة عايز أنقل أعضاء الجمعية العمومية بتاعتي من مدينة نصر للجزيرة، وأنقل أعضاء الجمعية بتاعتي من الشيخ زايد للجزيرة. فطيب هنعمل ايه؟ وفرنا 62 اتوبيس ما شاء الله، 40 اتوبيس 50 راكب، و20 لا 40 اتوبيس 28 راكب و20 اتوبيس ل 50 راكب. هاي. بالاضافه الى اتوبيسين موجودين دول احتياطي. عظيم. موجودين انت ما سبتوش حاجه، يعني ما سبناش حاجه لل... في خطه ايه وخطه بي دايما يعني ما فيش حاجه ان شاء الله باذن الله يعني. طيب النهارده الكابتن الخطيب مهتم بالرواد وكبار السن جدا جدا، طيب هنعمل ايه؟ خصصنا 15 اتوبيس لرواد النادي الاهلي يتنقلوا مدينه نصر للجزيره برفقتهم مشرفين، يستقبلهم شباب النادي وشباب المتطوعين معانا عشان خاطر يستقبلوهم زي ما احنا شفنا كده في الرسم الكاريكاتيري بالعربات الجولف كار موجود لغايه اما يدي بصوته ولغايه اما يخرج، لان الكابتن مهتم جدا ما تسيبوش الناس غير اما يرجعوا تاني. خلاص هيجوا يوصلوا بالسلامه ان شاء الله. عندنا نفس القصه من الشيخ زايد 10 اتوبيسات، وخصوصا الفتره الصباحيه دي لكبار السن، عشان كده احنا بنقول لكبار السن احنا منتظرتكم، منتظرينكم الصبح بدري احسن، ودايما هم برضو بيشرفوا النادي وبيبقوا موجودين على طول، خلي بالك بصفه مستمره على مستوى ثلاث فروع الصبح بدري، فاحنا منتظرينكم الصبح بدري. وبعد كده على مدار اليوم دايما هنسيب الصف الاول والثاني لكبار السن. عظيم. على مدار الاتوبيسات. طيب عشان نعمل كده وتيجي توصل، طب هنعمل ايه؟ عملنا خطوط سير من مدينه نصر للجزيره ومن الشيخ زايد للجزيره. عظيم. طيب خطوط السير دي شكلها عامل ازاي؟ يمكن انت هتشوفها في فيديو معانا ده موجود معاك والكلام دوت ممكن تعرضوه. خطوط السير دي هنعمل ايه؟ طيب هناخد خط السير النهارده اللي هيتحرك من مدينه نصر، هيمشي شارع طريق النصر مطلع اكتوبر مرورا بكوبري اكتوبر، هينزل منزل الجزيره، هيوصل لغايه البوابه الرئيسيه عند الاوبرا، هيخش جراج الاوبرا، في لجنه منتظره هناك، هيتم النهارده استقبال الاعضاء، هيتم النهارده قطع الطريق عشان خاطر يعدي وانت مؤمن، هتخش النادي هتلاقي الناس مستقبلك. احنا قلنا النهارده دخول سهل والخروج سهل ان شاء الله، عمليه التصوير وقلنا النهارده بنراهن على 7 دقائق، لان النهارده ان شاء الله باذن الله بالمجهود اللي احنا بنتكلم فيه هنقول اقل من 7 دقائق، بس مش هقدر اقول كده لان طالما قلت كلمه لازم التزم بيها قدام رئيس النادي، فاحنا هنقول ان شاء الله 7 دقائق يا دوب من ساعه ما تخش لغايه ما تدلي بصوتك موافق او غير موافق، المهم تشارك ان شاء الله لغايه ما تخرج. باقي عندي سؤالين علشان نروح للفقره اللي بعد كده. التنسيق مع مديريه امن القاهره والاجهزه الشرطيه والحمايه المدنيه وكده. تمام تم طبعا، ما هو نفس القصه، ما هي دي ماشيه كلها بالتدريج، احنا وفرنا اتوبيسات، وفرنا خطوط سير، عملنا نسقنا مع الاداره العامه للمرور عشان خاطر خطوط السير، عملنا محضر تنسيق مع الامن عشان نفس القصه برضو القصه دي كلها بتاعتنا. وفرنا بوابات كشف معادن وعنصر نسائي لتامين اعضاء الجمعيه العموميه وهي موجوده ان شاء الله باذن الله. وفرنا 3 عربيات اسعاف تبقى موجوده على مدار اليوم.
التنسيق مع مستشفى المعلمين لحاله الطوارئ، في خطه امنيه كامله متكامله برئاسه الاستاذ اللواء ناصر اللي هو مدير اداره الامن والسلامه عشان خاطر في حاله لا قدر الله حدوث طارئ، الاداره الهندسيه عشان خاطر موضوع الكهرباء طبعا برضو موفرين المولدات الكهربائيه. انا عايز اقول لك ان شاء الله اليوم ده هيبقى يوم كرنفال، يوم احتفال كل اهلاوي ان يفخر بيه ان شاء الله باذن الله، ومش طيب. هيبقى جمعيه عموميه غير عاديه، لا ده هيبقى احتفال في تاريخ النادي الاهلي. اخر سؤال، هتزور ازاي الانتخابات بصفتك رئيس لجنه التزوير؟ بصفه رئيس لجنه التزوير انا وصديقي محمد يوسف واختي رهام طوبار والاستاذ كمال محسن. يمكن الاستاذ كمال محسن اتفزع شويه، كلمني النهارده الصبح قال يا كابتن انا اتضغط عليا، بس انا يعني بص يعني النادي الاهلي ربنا اللي احنا ما بنتكلمش عنه. بس الحقيقه السؤال ده على سبيل الدعابه للعميد محمد مرجان، لانه في احد للاسف زميل يعني هو مش المفروض يعني البينه على من ادعى، يعني عيب لا يليق بـ بـ لا. ولو اتكلمنا في القصه دي كل واحد بيتكلم عارف كويس قوي حصل ايه. هو احنا كنادي اهلي محتاجين ليه امتى كنا زورنا، وليه نزور اللائحه مع الاعضاء الجامعه العموميه؟ هم اللي صنعوها وهم اللي هيجوا يقولوا قبلناها او رفضناها او ما يجوش، هذا قرارهم. رقم اتنين، ما فيش مصلحه ابدا لاي حد، ده مجلس اداره عمل لائحه بتنقص من صلاحياته وبتعطي كل حقوق الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه اخذت كل الحق الكامل في هذه اللائحه ان شاء الله باذن الله، ولكن هناك ضعاف النفوس زي ما احنا قلنا مش هنبص، احنا ماشيين في خط سير واحد. مين هيدير عمليه التصويت بقى واعلان النتيجه ستعمل؟ احنا مخاطبين اللجنه الاولمبيه، وبالفعل هي بعتت خطاب رسمي بتكليف 6 من المستشارين بعد موافقه المجلس الاعلى للقضاء، فهتبقى تحت الاشراف القضائي الكامل. اشراف قضائي كامل وتعاون ده خبر حصري وتعاون مع الجهه الاداريه ان شاء الله باذن الله، اكثر من 50 موظف من الجهه الاداريه ولجنه عليا، فهيبقى بالتعاون ولكن السلطه للاشراف القضائي بالكامل، ودي لجنه مشكله بمعرفه في لجنه قضائيه ستدير عمليه التصويت واعلان النتيجه يوم الخميس. تكليف المجلس الاعلى للقضاء اللائحه الاسترشاديه تعطيك الحق في تشكيل اللجنه التي تراها للاشراف على الانتخابات، ولكن الاسترشاديه اللجنه المركزيه برئاسه كابتن خطيب اصرت اللجنه الاولمبيه هي اللي تختار وترشح من هو مسؤول على الاشراف القضائي والقضاء من خلال اللجنه الاولمبيه. احنا مش عايزين حد، مش نديش فرصه لحد يتكلم، احنا بنعمل حاجه تاني للنادي الاهلي لاولادنا لمستقبلنا، ما عندناش حاجه نخاف عليها، بنخاف من ربنا سبحانه وتعالى فقط. كل التوفيق يعني لحضرتك وللاداره التنفيذيه، وان شاء الله اليوم يخرج بشكل مشرف، والشكر جزيل وموصول على هذا الجهد الدؤوب، وطبعا لغايه ما ننتهي من الجمعيه العموميه ما فيش نوم يعني الحمد لله ما فيش نوم للنادي كله ان شاء الله لتوفير الراحه والطريقه المثلى للادلاء بالاصوات في هذا اليوم. كابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي كان ضيفي متحدثا عن كثير من التفاصيل، انا بشكره شكرا جزيلا.